معقولة يا سناء؟ فيها الصبح. معقولة يعني الواحد يبدأ يوم جديد كده يقوم مصطبح بوشك؟ طب في ايه يعني لما تصطبح بوشي؟ هيبقى يوم قديم. يعني كمان اصطبح بوشك وكمان هزار على الصبحية يا سناء؟ مش معقولة ابدا يعني. عادل صباح الخير. ايه ده صباح الخير؟ سبحان الله، اول مرة تقولي لي صباح الخير من 30 سنة. 30 سنة يا عادل؟ اي بتقول 30 سنة في وشي؟ 30 سنة يا عادل. استديو جو. سناء سناء سناء. ماشي يا سناء ماشي. سناء انت هتكملي نوم جوه في الحمام ولا ايه؟ ماشي. الو؟ لا والله يا سناء النهارده اصلها صحيت من النوم تعبانه مش هتقدر تيجي المدرسه. انت بتعمل ايه؟ يعني لو ما عندهاش اجازات عرضيه بقى اخصموا لها. اخصموا؟ اوعى. اخصموا لمين؟ انا عمري ما غبت. لا انا جاي. ايوه انا عندي. غبت من امتى؟ الو الو. رجعي السلك بتاع التليفون تاني لان انا بفصله بالليل قبل ما انام عشان الدوشه. ايوه جاي. بص على الشيشه دي بقى تفا مع قهوه مانو. انت زفت. انت ايه اللي معادك هنا؟ سايب البازار وجاي تقعد في القهوه؟ بالراحه بقى يا جوله. بص انا اعصابي بقى مش مستحمل. اقعد اقعد خليني اشرب كوبايه الشاي بحليب بتاعتي. شاي بحليب؟ شاي بحليب ايه يالا؟ ايه جوله ايه اللي منرفزك كده؟ انا لسه دافي طالع على الصبح. اقعد بس اطلب لك شاي بحليب يا بدوي. ايوه جاي يا عمنا. ارجع بدر ارجع بدر. ولا انا ممكن بص اخليك ما تروحش البازار ده على رجليك. انا مش هينفع اروح البازار لا على رجليا ولا على ايديا. عملت ايه يا زفت الطين؟ والله يا دوله موضوع اهبل كده بس الضابط حسام هو اللي كبره. الضابط حسام؟ بص يا دوله انا قاعد يا عم قدام باب البازار ومطلع التماثيل اللي حيلتنا بره وعمال احميهم. جالي الواد رشاد اللي هو بيشتغل في محل بتاع بازار خوف وده وقال لي الحق رمزي بوليس المرافق. قال لك الحق رمزي بوليس المرافق وانت سبت التماثيل بره طبعا بزكاوتك يعني. وانا ايه اللي يخوفني اصلا يا دوله؟ بوليس مرافق ايه اللي انا اخاف منه؟ ما انا عارف ان انت لسه مركب عداد لللمبه ومصلح مواسير الحمام وكل حاجه. ده على اساس ان هو بوليس المرافق الصحيه يعني. لا ولا صحيه بقى ولا مرضيه. انا ما بخافش من الحاجات دي. انا ما دام كنت في السليم يعني ما بخافش. افهم بقى دول. وبعدين الضابط حسام دون بقى راسه 1000 سيف لا ياخد التماثيل. افهمه يا عم شمال؟ افهمه يمين؟ مش راضي يفهم خالص. يخرب بيتك. بتفهمه ايه يمين وشمال؟ انه يدفع ثمنهم. على اساس ان احنا مش فاتحينه سبيل يعني. الله ينور عليك يا دولا. هي كلمه سبيل دي الحاجه الوحيده اللي انا اتعلمتها منه يا عم. انا قلتها له من هنا وقام راح بقى منادي على مخبر بقى من اللي معاه وجاب شويه شمع احمر كده وشمع البازار واكد عليا اني ما افتحهوش. ظابط ناصح فهمك على طول فاكد عليك انك ما تفتحوش. شمع احمر بس على فكره دولا يعني طعم الشمع الاحمر ده مش قد كده. يخرب بيتك انت اكلت الشمع الاحمر؟ ابن عمي حيوان ياكل الشمع. لا مش عارف اعمل فيك ايه. اعمل فيك ايه؟ سافر يا رمزي سافر يا رمزي. يا دولا افهم بقى. تعمل ايه يا عم؟ مش انا اللي شمعت لك البازار ده؟ ده الضابط حسام. افهم بقى ما تسافر. بص يا رمزي اقطع تذكره قطر وسافر بلدكو. ابعد عن هنا يا رمزي ابعد. يا دولا احنا هنفتح بازار هناك ولا؟ ايه ده؟ طفيتيلي ايه؟ طفيتيلي ايه؟ انا ما انا قاعد طيش انا ولا ايه؟ قاعد انا بتفرج على التلفزيون. طفيتيلي ايه؟ يا نهار ابيض. ايه يا عادل؟ ده ماتش كوره اللي شغال في التلفزيون ده. تلفزيون مش راديو. عادل تشوف مش تسمع. ده اولا ماتش قديم انا شفته قبل كده. المره دي انا بسمعه بس. ده تدريب للخيال. فاضي واحد فاضي هتعملوا ايه يعني؟ حاضر يا عادل اهو مش هنختلف اهو. بدأنا شكرا على الله. اتقلنا بط شاط بط الجول الاول للنادي الاهلي. عادل ده 10 ماتش تتفرج عليه النهارده. ايوه يا ماما انا اصلا ما شفتش كوره من زمان جعان.
جعان يا نهار ابيض، ده انت قاعد بتاكل من الصبح، ده انت بتلغ مش بتاكل. لا لا انا قصدي مش جعان جعان اكل، يعني جعان كوره. طب نتفرج على المسلسل وبعدين نتفرج على اللي انت عايزه براحتك. المسلسل اللي تتفرجوا عليه، راجل البيت قاعد بيتفرج على كوره يبقى انتوا كمان تتفرجوا على كوره، راجل البيت بيعمل حاجه تعملوا زيه بالظبط، كلمتي هنا اهو لازم تتسمع. رانيا يا رانيا رانيا، ايه ايه يا عادل بقى؟ اوف اوف، اكويلي كل الهدوم اللي عندك لو سمحت. ليه انت نازل؟ من غير منزل، يعني انزل اروح فين؟ انا واخد اجازه وبعدين انا قاعد فاضي، انا حر. امال عايزني اكويلك الهدوم ليه؟ وانا يعني لازم عشان قاعد في البيت البس الهدوم مكرمشه؟ لو سمحت اكويلي الهدوم وما تناقشنيش، انا راجل فاضي. ما انت فعلا فاضي. يا سناء سناء يا سناء. ايوه ايوه يا عادل، ايه الغلغه اللي انت عاملها في البيت دي؟ خش اعملي لي كوبايه شاي. وانت اتجوزت ليه بقى ان شاء الله؟ رانيا بتكويلي الهدوم بتاعتي، خش اعملي شاي وبعدين ساعديها في كوي الهدوم. لا بتهرج يا عادل، بتهزر انت، بتهزر صح؟ ما بهزرش، انا بتكلم بجد، خش اعملي الشاي دلوقتي لو سمحتي، انا فاضي واسمعوا كلامي بقى. مش هنخلص مش هنخلص النهارده. كنت فين يا نيسا؟ نعم؟ نعم؟ ده كافيه جديد اسمه نعم ولا ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في انك انت جاية الساعة 10 بالليل يا هانم، حد يتأخر لغاية 10 بالليل؟ هي 10 بالليل بقت متأخر؟ ده انا كده جاية بدري. بدري بقى، لو البيت ده اصلا ما فيهوش راجل تبقى تيجي بوقت ما انت تيجي، لكن مدام في راجل يبقى خلاص انا فضيت لكم يا هانم. انا كنت في درس. ما فيش دروس من بكره، ما فيش درس، وخشي نامي عشان تصحي بدري تنظفي البيت وتسيقي الارض. يلا خشي خشي. هو في ايه يا ماما؟ يا ماما ما فيش ماما، ماما نامت من بدري عشان خلاص البيت ده بقى فيه راجل. بص يا عادل، ده اضطراب نفسي طبيعي نتيجة صدمة تشميع البازار، فانت حسيت بالفراغ فحاولت تملى الفراغ ده بأي حاجة، فكله جاء على نفخنا. أي حاجة؟ انت هبلة، أنا بتصرف كده عشان أنا راجل البيت يا هانم. لا يا عادل، دي تصرفات كلها نبع من اللاوعي، يعني أنت دلوقتي مش مبسوط من نفسك. تصدقي فعلا، ده أنا كاره نفسي قوي، العلاقة بيني وبين نفسي بقت علاقة لا تطاق يعني. وأوعي يا سناء تحاولي تصلحي بيني وبين نفسي، لأن مش طايق نفسي. بلاش تريقة يا عادل لو سمحت بقى، الكلام اللي أنا بقوله ده كلام مهم وكلام علمي، يعني لازم تأخذه مأخذ الجد. حل مشكلتك دي موجود عندك أنت، موجود في عقلك الباطن أنت، دور في الماضي بتاعك، دور يا عادل كويس. ماضي إيه؟ هو أنا عندي ماضي أبداً؟ يا عادل مؤكد في منطقة مضيئة موجودة عندك، دور عليها وأول ما تلاقيها وترجعها لنفسك تاني وترجع لها، إن شاء الله كل الاضطرابات النفسية اللي بتحصل لك دي هتروح، وإحنا بقى نرتاح من القرف اللي إحنا فيه. إيه ده؟ صدق يا سناء ممكن يبقى كلامك مظبوط، أنا فعلاً خليتيني دلوقتي أفتكر أيام زمان، أيام الصبا والجمال، كانت أحلى أيام في عمري. يا سناء، انت اول مره تعملي حاجه مفيده في حياتك كلها، فكرتيني بالاي. يا متشكر قوي يا سناء، بجد مش عارف اقول لك ايه، متشكر قوي متشكر قوي متشكر قوي. معقوله رضا؟ يعني انت لغايه دلوقتي لسه ما خلصتش سنه رابعه؟ ده انت بعد كده بقى هتتخرج من الجامعه على المعاش على طول. الفن بقى يا صاحبي دوامته واخده الواحد مننا اليومين دول، يعني افراح استعراضات زفه، يعني حدوته اكل عيش يعني. يا سلام على حدوته اكل عيش، والله يا جماعه وحشتوني جدا، وحشنا اللمه دي. وانت حوده اخبارك ايه؟ انا الحمد لله كله تمام، بس الشغل اليومين دول مطلع عيني. ما بلاش سيره الشغل دي يا اخوانا. تخيل عدول، ابويا مات وساب لي 3 محلات ماجرهم، بقالتين وحلاق، ومطلوب مني كل شهر كل شهر اروح بنفسي والم ايجار الثلاث محلات، حاجه تخنق. كل شهر بتلم ايجار المحلات؟ ده فحت يا ابني اللي انت بتعمله ده. انت ثروت عدد دلوقتي بنفسك وبيشتغل في الاثار. ايه ده؟ هو انت يا ثروت فاتح بازار برضو؟ بازار ايه يا عدوله؟
انا بشتغل موظف في الهيئه العامه للاثار، بس شغلنا متعبه قوي، بروح يومين في الاسبوع امضي واروح. تعبت. تعبت يا عم؟ بس انت ازاي يعني بجد يا ثروت اشتغلت شغلانه زي دي وانت ما كملتش جامعه؟ ما انا قدمت على الوظيفه دي بشهاده الاعداديه والحمد لله لفقت. لفقت؟ اه. وانت عبدوله طمني، انت بتعمل ايه دلوقتي؟ دلوقتي حالا انا قاعد معاكم على القهوه اهو. المهم يا جماعه، انتوا دلوقتي المشاريب بتاعتكم كلها عندي، انا عازمكم النهارده. وانت من امتى ما بتعزمناش؟ انت طول عمرك بتعزمنا من زمان يا دوله، القرش بيجرى في ايدك ايه؟ ايه؟ لا بس انت عارف على طول بقى بحس بمغص كده وعندي كرشه نفس، وفي دكتور قال لي لازم نظاره عشان نظري ضايع منك الله يا سناء، منك الله يا بدوي. ايوه جاي يا نعمين يا استاذ. تحبوا تشربوا ايه غير الشيشه؟ مش عايزين برضو؟ يا معقوله يا جماعه؟ خلاص براحتكم، خلاص يا بدوي خلاص. فين فلوس؟ فلوس؟ فلوس ده يا ابو فلوس؟ انت لحقت خلصت الفلوس اللي معاك؟ فلوس ايه اللي معايا؟ فلوس الخلاط اللي بعته من يومين يا عادل. ايه ده انت عرفتي؟ قصدي بعته. انا حر طبعا. اولا الخلاط ده انا اللي اشتريته، ثانيا من يوم ما اشتريته ما سمعتوش بيدور غير مرتين، وفي المرتين كنت بتاكليني بيض مقلي عيون. انت بتقول ايه؟ بقول لك عايز فلوس، عايز 20 جنيه و20 جنيه. تحت حرف السرير، تحت حرف السرير، حد يحط الفلوس تحت حرف السرير. انتوا جننتوا نعمة ربنا. انتوا انو حرف؟ انو حرف؟ انو حرف؟ بقول لك انو حرف؟ انو حرف؟ انو حرف سرير؟ انو حرف سرير؟ انو حرف؟ ده مين؟ ايه؟ مين؟ مش ممكن، البيت بيفرق كتير جدا لما ابيع عادل بيمشي. وات؟ ايه ايه بتقول ايه؟ ابيع عادل؟ اسمه ابيع عاطل يا حبيبتي، كان يوم اسود يوم اشمعه البازار. بالراحه على نفسك يا مجيده، الشمع الاحمر يا حبيبتي مش بعيد عنك، ولا يوم ما شمعه شقتك شمعوها بلون تاني. يا سلام. لا يا حبيبتي، في فرق كبير قوي لما يشمعوا البازار ويشمعوا البيت. يا جماعه في مشكله اكبر من اللي انتوا بتتكلموا فيه. الفلوس خلاص خلصت وانا مش عارفه اخبي الباقي فين. انا خلاص خلصت الموضوع، امال انا كنت فين طول النهار؟ خلصتي ايه يا طنط؟ هو انت اشتريتي بازار جديد؟ ايه يا بنت الذكاء اللي انت فيه ده؟ ايه الجهبذه اللي طالعه منك دي؟ ايه بقره الضوء اللي نازله فوق نافوخك ده؟ بنتك دي هايله، تنفع تطلع دكتور التحاليل، تحليل دم واعصاب. يا حبيبتي بس والنبي اسمعي، بقول لك ايه، ما هياش ذنبها، ذنب امك اللي هي مش فاهمه اصلا. ما تفهمينا. ايه يا غبيه وما بتفهمش؟ انا افهمك، انا رحت القسم وسالت عن الضابط اللي اسمه حسام، وهو وعدني ان هو هينهي الموضوع بعد ما عملت شويه دموع وشويه استعطاف. حصل الاستلطاف. لا يا خفه، ده من دور ولادك، ده راجل مؤدب ومحترم، قال لي بكره كل حاجه تخلص. ايه ده؟ يعني عادل هينزل الشغل بكره؟ الحمد لله يا رب. الحمد لله الحمد لله، وهنخلص من ام التوتر النفسي العصبي اللي عايش معانا في البيت ومسمي نفسه عادل. انا كل اللي يهمني يا جماعه ان الولد ما ينحرفش، الفراغ بيؤدي للانحراف، وبعدين ممكن يبقى مدمن، ممكن يبقى صاحب اصحاب مش كويسين، ما انتوا عارفين اخطر حاجه اصدقاء السوء. ثانيه واحده بس يا رجاله، عشان امشي الحريم، البيت كله حريم. ماما تيتا بابا جه ومعاه اصحاب السوء. ايه ايه ده؟ ايه يا اصحاب السوء ده يا بنتي؟ الكلام ده تخش على وقف. يلا خش على وقف. ايه ده يا عادل ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه بعمل ايه؟ بيتي وفاضي وموريش حاجه، جايب اصحابي يقعدوا معايا. يلا اتكلوا على الله، خش على وقف.
خش على واكم بسرعة، مفيش كلمة في البيت ده ولا ايه؟ اتفضل يا رجالة، صاحب سوق واحد. تمام يا كوتش. صاحب سوق اتنين. موجود يا معلم. صاحب سوق تلاتة. ايش تعدولة؟ حمار واحد. خش. شهيق سفير، شهيق سفير، شهيق سفير. جدع يا ده، توقع الفحم وتولع البيت. خش اتفضلوا 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 يا اهلا وسهلا، منورين بيتكم ومطرحكم. بقول لك ايه يا عدوله، الاقيش عندك كاسيت؟ الاقيش بالجبنه. عينيا يا معلم. اتفضل اتفضل. يلا اطلع بالطاوله يا ثروت. طبعا يا حوده، هو انا بمشي من غيرها؟ ده انا بحط فيها البطاقه. بقول لحضرتك ايه يعني، اتفضل. هو انتوا اصحاب دولة من زمان يعني؟ يوه، من ايام ما كنا اصحاب سوق صغيرين. امال يعني انا اول مره اشوفكم، يعني انتوا كنتوا فين؟ اصل عادل مره واحده كده جات له حاله نفسيه وقال لك مستقبلي وبتاع، وبعدين راح متجوز وقفل على نفسه، لكن الحمد لله ربنا هداه ورجع لعقله. ايوه. برضه ما قلتليش كنتوا فين. اهو يا عم الاقيش اهو. الاقيش بباب واحد. وهسمعكم اغنيه بقى مكسره الدنيا. يلا. اسمع يا معلم اسمع. ايوه عدوله بتاع زمان اهو. ايش يا دوله؟ دي احداد، دي احداد، دي احداد. بلعب من زمان يا دوله. العب يا دوله، العب العب يا حبيبي، العب. يا احدادي يا احدادي يا احدادي. يا فيلك يا من زمان يا اخي، من زمان الواحد ما ضحكش الضحك ده. والله يعني انا مش عارف اقول لكم ايه، القعده دي صراحه يعني من زمان. دول مش هتفسحنا ولا حاجه. بص يا جماعه، انا عامل لكم فاجأة النهارده. بعد ما اخلص القعده العجيبه دي هنطلع كلنا نروح السينما. بعد السينما هنروح نسهر في اجدع نايت كلاب في جمهوريه مصر العربيه. انت فينك يا دوله من زمان؟ انا واقف اهو. عادل يا عادل. مين دي؟ ايه دي امك دي؟ امي. ايوه عادل، خش نام بدري يا حبيبي عشان السهر ليك مش كويس، بكره عندك شغل. عن شغل فين يعني يا ماما؟ هروح يعني اكنس القهوه ولا اروح اسيقها يعني؟ وانا عن شغل يا ماما. لا يا عادل، البازار. انا النهارده اتاكدت ان هم هيفكوا الشمع ويفتحوا البازار. يفكوا الشمع ويفتحوا البازار؟ انت بتتكلمي جد يا ماما؟ ايوه. متاكده يعني؟ متاكده، وهفهمك بعدين. طيب يا ماما بجد؟ بجد؟ يا يا يعني انا هرجع تاني بني ادم محترم؟ يا هروح الشغل وارجع من الشغل. دي احداد، دي احداد، دي احداد. لسه جامد. طب يا جماعه احنا هزرنا وضحكنا وكل حاجه، يلا بقى اتكلوا على الله روحوا. يلا ايه تضحكوا عليه؟ لا انا بتكلم جد، يلا اتكلوا على الله. انا اصلا يعني عندي صحيان بكره الصبح بدري يعني. صحيان ايه؟ احنا لسه سهرنا، ده احنا نسهر للصبح. لا مش هنسهر للصبح ولا حاجه، لا انا هنام دلوقتي. يلا اتكلوا على الله. يلا الله يا عدوله، مش عوايدك يعني؟ مش عوايدي ان انا انام بدري، ولا مش عوايدي ان انا اقول لكم اطلعوا بره؟ بقول لكم اطلعوا بره. شفت؟ بص بص، نفس اسلوبه بالظبط، نفس اسلوبه. يقعد يعمل لنا الشويتين دول ويخش علينا ونزعل، وبعد كده يطلع بيشتغلنا. قال ده انت خلص بقى من زمان. بقول لك ايه، يلا اطلعوا بره، اطلعوا بره. يلا انا بتكلم جد ما بهزرش، اطلعوا بره يلا من غير مطرود. وليه من غير مطرود؟ اطلعوا بره بمطرود، انا بترككم، اطلعوا بره. ايه عادل في ايه؟ ما تبطل حركاتك دي يا جدع. يا عم هو اكيد بيهزر، هو بيهزر يا جماعه. عودوا، ده بيتنا يا جماعه. بيتكم ايه؟ بيتكم مين؟ فين العقد بتاعه؟ بيت مين؟ يلا اتكلوا على الله، اتكلوا على الله، اطلعوا بره، انا بترككم،
بره بره بره. لاحظ ان دي مش اول مره. ومش اخر مره. يلا تيجي على الله. ماشي عدول، ما تجيش بقى على القهوه تقعد تستعطفني. ماشي يا عمو، على اساس ان انت صاحب القهوه. لعلمك بقى دولة، احنا لو خرجنا دلوقتي مش هنرجع هنا تاني. ما ترجعوش تاني، ما انا اللي بقول لكم. يلا اتكوا على الله. ماشي يا دولة. ماشي. ماشي ماشي، هتخوفوني يعني؟ ماشي اضربوني على القهوه. يلا 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 رامز تيكت. دولا دولا اللي هروح بقى من غير مطرود ولا مطرود؟ انت مطرود من البيت ومن البازار. يلا ايه دولا ده؟ يلا اتكل على الله بالشيش بتاعتك دي. وما تجيش البازار، انا هفتح البازار بكره ما تجيش. دولا طب حساب القهوه. طيب يلا يلا اتكل على الله. يلا اتكل على الله، اتكل على الله، ما تجيش هنا تاني. ماشي يا دولا ماشي. ولا تيجي في البازار. يا كان مهزق نفسه واصحابه دول. الحمد لله واحد يرجع للشغل ويبقى بني ادم محترم بقى. يا عيني يا الولد، يا عيني يا عيني. خد خد يا ولد، خد تعال. يا عيني على الولد. ايه ايه هتعمل لي فيها شاديه؟ انا ظلمك يعني؟ مش تحمد ربنا؟ المهم تطلع على الاسم دلوقتي، تروح تجيب منهم التماثيل اللي هم خدوها. ايه ده دول؟ هم هيرجعوا التماثيل اللي اشتروها تاني ولا ايه؟ هم اشتروها، هم دفعوا لك فلوس؟ لا هم بصراحه خدوها بس. خلاص زي ما خدوها يرجعوها، انت تروح تجيبها وتيجي. طب يا دول، طب ما ياخدوها ونهودهم في السعر فرصه. انت بتفكر ليه اصلا؟ انت مش مطلوب منك ان انت تفكر خالص. انت كويس قوي ان انا رجعتك تاني الشغل في البازار، واحد غيرك كان خد فيها اعدام في اي بازار تاني. يلا اتكل على الله، روح هات الحاجات وتعالى بسرعه. ماشي يا دول حبيبي. ماشي هوا. بلاش هوا. ولا ولا يخرب بيتك هوا يعني.